مرحبا جايز، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. اليوم رح اخذكم برحله صغيره على كم مكان زرتهم بالمكان اللي انا موجوده فيه بكيرلا، سو رح نستمتع سوا ان شاء الله. خلينا نبلش، ليتس جو. اوكي جايز، رحلتنا بلشت بمعبد هندوسي اسمه شري بدمانابسوامي، وهذا المعبد موجود بعاصمه ولايه كيرلا تيروفانانابورم. طبعا اسم الولايه يترجم باللغه الملاياليميه لمدينه اللورد انانتا او مدينه اللورد فيشنو، باشاره لاله المعبد نفسه. تم بناء المعبد باندماج معقد بين طراز شعره مع اسلوب درافيديان للهندسه المعماريه، وبيتميز بجدران عاليه وكبرى من القرن السادس عشر. طبعا الاله الرئيسي فيشنو مكرس بوضعيه انانتا شيانا، وهذه الوضعيه بتعني النوم اليوم الأبدي على الثعبان اللامتناهي أري شاشة. وهذا الإله هو الإله الوصائي للعائلة المالكة بترافنكور. طبعا الدخول كان فقط مقتصر على الأشخاص المعتنقين للديانة الهندوسية، لهيك ما كان مسموح حتى ناخذ صور قريبة. وطبعا الأشخاص اللي لازم يدخلوا المصلين يعني لازم يتبعوا قواعد لباس بدقة، فالرجال بيرتدوا فستي مع إنجا فاستروم، أما النساء لازم يرتدوا الساري. هذا المعبد هو من أغنى وأهم المعابد بكل الهند، والروايات حوله كتيرة، انبنى وانهد وانتقل مكانه كذا مرة، لهيك اللي مهتم يعرف عرف تاريخه بالتفصيل فيك تدخل على ويكيبيديا، رح اترك لكم الرابط تحت بالديسكريبشن. اما انا رح احكي باختصار على الاسطورة المرافقة للمعبد. بناء على واحدة من الاساطير بتقول انه كان في رجل حكيم روحاني موجود باحد الاماكن يلي اسمه انارثدسا، كان قاعد عم بيتعبد ربه، فظهر له طفل صغير وجميل وجذب انتباهه لهيدا الحكيم، فطلب من رب العالمين انه يخلي له اياه، فوافق الله بشرط انه يعامل هالطفل منيح وينتبه له، وفعلا هذا اللي عمله، وكان يتحمل كل شقاوات هالطفل لحد ما اجى يوم وكان الحكيم عم بيصلي صلاة عميقة جدا، فبيجي هالولد بياخد شيء اسمه ساليغرام بيستخدمه الحكيم بالعبادة. فالمهم هذا الولد اخذ هيدا الشيء وحطه بتمه، فاجى الحكيم عصب كتير ووبخه للولد، فقام الطفل هون هرب واختفى بشكل كامل. بس قبل ما يروح قال له اذا بدك يعني بتلاقيني بنفس المكان اللي شفتني فيه اول مرة. طبعا هون الناس زعل كتير ولام نفسه ولا عاد عرف اكل ولا شرب ولا نام منيح. بعد قرر يدور على الطفل، فبيروح على منطقة حرجية قريبة من البحر وبشوف الطفل اللي تخبى بقلب شجرة إلابا يلي هي شجرة زبدة هندية، ففورا تسقط هيدا الشجرة مجرد ما تطلع فيها على الأرض وبتاخد شكل سري مها فيشنو. طبعا هيدا الشكل الإلهي كان حجمه كتير كبير، فكان راسه بمكان ورجله بمكان تاني. طبعا هون الناس من هول المنظر دغري سجد لهيدا الإله اللي شافه قدامه، وطلب من الله أنه يضاعف حجمه لحتى يقدر يشوف الإله بشكل كامل، وتحققت رغبته. فوقت فورا قدم مانجو نية بقشة جوز الهند للإله. طبعا لحد هاللحظة المانجو المملح مشهور بهالمنطقة، وهو من العروض الرئيسية يلي بيقدموها للإله أثناء العبادة. طبعا لجانب المعبد في بحيرة كتير ظريفة وسوق شعبي بسيط وكتير من المهرجانات يلي بتصير ضمنه. بعد المعبد انتقلنا لمتحف الشمع القريب منه، وقلنا منشوف شيء مو شايفينه. والله للحظة خفت كتير من الأشخاص اللي كانوا موجودين، لأنه فعلا كانوا بيشبهوا الناس الحقيقيين، بس ما عدا كارينا كابور ما كانت ظابطة معهم. كان في إنديرا غاندي وسلمان خان، مارادونا والشيخ زايد، وناس من أهم سياسيي وحكماء الهند تماثيلهم كانت موجودة. هاي طبعا نحن صدفة كنا بمتحف الشمع، بعد ما طلعنا قالونا في رسامين عم يرسموا بمعرض رسم هون، كمان في طابق هون للصور وفوق في طابق رسم، طبعا شيء ما طبيعي. بس لاحظنا بالرسم تبعهم قديش كتير عم بيحافظوا على التقاليد او الحضارة تبعهم، يعني بكل التفاصيل بالعين بالجسد بأي شيء، في كتير تفاصيل عم بيدقوا فيها او عم يركزوا فيها على الحضارة تبعهم او على التاريخ تبعهم، فشي كتير بجنن والتفاصيل كتيرة كتيرة كتير حلوة. هلا هيدا معرض صور كمان، هيدا متحف الشمع من برا عبد محمد.
بعد انتقلنا على مكان اسمه بوار. هذا المكان هو عبارة عن جزيرة أو قرية تتميز بشاطئها الجميل وإنها بتجذب آلاف الزوار على مدار العام. بلغة الملايا لامولي هي اللغة اللي بيحكوها أهالي كيرلا، بتعني كلمة بوار النهر والزهرة. طبعاً هيدي القرية أو الجزيرة بتتميز بشواطئها المختلفة وميناء فيزنجوم وحوض سمك فيزنجوم البحري ونادي كوفالامثيرف، كمان المتاحف والمعارض الفنية الشهيرة، وكمان بياخدوكم بجولة بالقارب حول جزيرة بوفار، وكمان مشهورة بسد نيار بالإضافة لبعض الأماكن الجميلة بهيدي الجزيرة. طبعاً نحن رحنا بجولة بالقارب حول هيدي المنطقة وشفنا شو بتتضمن من غابات مانجو وأناناس وبعض أنواع الطيور بالإضافة لزهرة اللوتس وتمثال للسيدة العذراء، وكمان مجموعة من البيوت الخشبية والشاطئ البحري الجميل وكتير تفاصيل ساحرة العين ومريحة للأعصاب. طيب حبان معروفين هون بكيرلا، فهي دولة حتكون بالقارب، وإذا بدنا ننزل ننزل بأماكن معينة. اوكي جايز، اتمنى تكونوا استمتعتوا ببعض المعلومات اللي حكيت عن الاماكن اللي زرتها بهيدا اليوم. طبعا رح اترك لكم بنهايه الفيديو بعض الفيديوز اللي اخذتهم لهيدي المناطق او لهيدي الاماكن اللي زرتها، فان شاء الله تستمتعوا فيهم وتحبوا. لحتى تعرفوا تفاصيل اكثر فيكم تابعوني على انستغرام، حسابي بتلاقوه تحت بالديسكربشن. اذا انتم جد على هيدي القناه ما تنسوا تعملوا سبسكرايب، كمان ما تنسوا تعملوا لايك وشير لحتى تكبر عائلتنا اكثر واكثر. بتمنى تدعمونا اكثر واكثر لحتى نوصل لل1000 مشترك. ما تنسوا تعملوا كمان فولو على صفحتنا على انستغرام رامي سكرت وعلى صفحتنا على الفيسبوك رامي لحتى تعرفوا كل الاشياء اللي بتفيد صحتكم وجمالكم. بشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي، بحبكم كتير كتير كتير. كانت معكم يارا وانتم على قناة رامي، باي. اللي انا عاوزه كيوت، انا مثلا حبيت هيدا الصوره كثير. كمان انا حبيت هاي الصوره كثير، ما بعرف كل انا حسب تشبهني. So amazing. Sorry.
don't fear for facing failure in the first attempt, because even the successful method starts with zero only. That's right.